نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. البواخر القادمة بالسلع من خلال أنه فما فرق طبية تصعد إلى السفينة قبل وصولها إلى الميناء لتتثبت من أنه أعضاء الطواقم ما تكونش عندهم الأعراض، وأيضا أعضاء طواقم السفن لا يسمح لهم بمغادرة سفنهم. هذا بالنسبة للسلع. بالنسبة للسلع إذن الحركة ستتواصل كما هي مع اتخاذ الإجراءات المستوجبة للمراقبة الصحية. بالنسبة للرحلات، رحلات المسافرين، نحن قمنا بإيقاف كلي لجميع الرحلات المتعلقة بالمسافرين من وإلى تونس، وهذه معناتها إجراء صارم باش يكون فيه طبعا يعني تبعات كلفة. نفهم أنه فما ناس يعني مصالحها ربما قد تتضرر، فما ناس متتقلق، ولكن هذه الخطوة التي ارتأتها الحكومة الضرورية لمنع انتشار الفيروس. هذا بالنسبة للرحلات البحرية. بالنسبة للرحلات الجوية، وطبعا نفس الشيء يتعلق الأمر برحلات المسافرين. الكارغو ما هيش معنية بما نتحدث عنه كما قلنا بالنسبة للرحلات البحرية، أيضا بالنسبة للرحلات الجوية الكارغو يعني الرحلات المتعلقة بالسلع تتواصل بنفس الوتيرة مع اتخاذ نفس الاحتياطات.